للحديث أكثر عن الذكرى 100 للدولة العراقية وكشف حساب لجمهورية ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، ينضم إلينا عبر سكايب الدكتور حامد الصراف، وعبر سكايب أيضا من أمستردام الأستاذة حنان عبد اللطيف، طبعا المدير الإقليمي لمركز رافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بأوروبا. مرحبا بضيوفي الكرام أستاذ حامد الصراف الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي. أبدأ معك أستاذ حامد. دكتور، يعني 100 عام على الدولة العراقية، كيف تصف يعني في النصف الأول من هذه 100 عام الواقع في العراق مقارنة بالواقع بعد الاحتلال الأمريكي؟ في البداية شكرا جزيلا عزيزي على الاستضافة، تحية لكم ولضيفتكم الكريمة ولجمهوركم الأعزاء. الحقيقة يعني هذه المناسبة تثير شجون في نفوس العراقيين لما مر ويمر به الشعب العراقي من مآسي ومن كوارث حلت به، وخصوصا يعني بعد الاحتلال في العام 2003، ولغاية الآن لا يوجد أفق يعني يبشر بخير العراقيين، لا يوجد مثل ما يقال ضوء في نهاية هذا النفق. كل شيء دمر حقيقة، ليس فقط من 2003، وإنما عندما أقحم العراق بخطة منهجية مدروسة أن يدمر العراق، يعني منذ الثمانينات عندما دخل حرب للدفاع عن أراضي مع جار إيران، ثم حدث ما حدث فيما بعد إلى أن وصلنا إلى الحصار منذ 1991 ولغاية السقوط. الحقيقة فارق شاسع بين، إذا قارنا بين الوقت الحاضر والذكرى الخمسينية من تأسيس الدولة العراقية اللي صادفت في نهاية الستينات وبداية السبعينات من القرن الماضي، كان هناك إنجازات حقيقية على كل الصعد، منها البنى التحتية، منها المشاريع، منها التربية والتعليم والصحة والإدارة والاقتصاد والعلاقات الدولية والأمن والسيادة. لكنه الحقيقة دول الجوار والقوى الكبرى يعني شاءت أن تعبث بمقدرات الشعب العراقي بأن فعلا تتجمع كل أطماعها وكل شرورها إلى أن تصل بالعراق بانتهاك سيادته، بل إلى تحويله إلى ساحة تصفية حسابات، ومثل ما شفنا أنه أطماع حقيقية. التربية والتعليم مثل ما شفنا أنه كان هناك تأسيس حقيقي للتربية والتعليم والجامعات ومعاهد العليا، وحتى التربية، المدارس والنظم التربية والتعليم كان يشار إليها بالبنان في بين الدول العربية ودول المنطقة عموما. يعني هذه مقارنة سريعة إذا شئنا أنه فعلا أيضا نذكر تفاصيل كثيرة بالأرقام. سوف نتحدث عن يعني هذه بالتفصيل إن شاء الله، وخصوصا المستوى التعليم وكيف انعكس على الوضع الاجتماعي في العراق. اسمح لي أن أرحب بالأستاذة حنان عبد اللطيف، المدير الإقليمي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بأوروبا. مرحبا بك أستاذ حنان مرة أخرى. يعني في ظل احتفال الحكومة في العراق بمئوية الدولة العراقية، لو يعني وصفنا ذلك برسم منحنى بحقوق الإنسان، يعني كيف سيبدو هذا المنحنى صعودا وهبوطا؟ نعم، مرحبا بك سيدي الكريم، أهلا وسهلا بضيفك، وأحييك وأحيي مشاهديكم الكرام. أهلا بك. يعني عندما نتكلم عن ملف حقوق الإنسان في العراق، خاصة في آخر عقدين مضوا على العراق، نجد أن المنحنى بالتأكيد صار هبوطا ونحو الهاوية. يعني بالرغم من أن العراق وقع اتفاقيات وبروتوكولات دولية عديدة قبل عام 2003 وحتى بعد عام 2003، إلا أن الحكومات المتعاقبة منذ 2003 لم تلتزم في تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات، بل رأينا أنها أخلت بالعديد منها. يعني رأينا اعتقالات تعسفية بدون مذكرات قضائية، تعذيب ممنهج للمعتقلين، إعدامات خارج نطاق القانون،
خطف وتغييب قسري واغتيالات وتصفية ممنهجة تطال الناشطين والصحفيين لتكميم أفواههم، تهجير السكان المحليين، تجنيد أطفال، عمالة الأطفال، تزويج الفتيات القاصرات وبقانون محلي. ولم تتعرض أي حكومة عراقية سابقة ولا حالية إلى مساءلة قانونية من قبل الأمم المتحدة، بل ولم يفرض عليها عقوبات بسبب هذه الانتهاكات الخطيرة. رغم أن العراق يعني موقع على المواثيق الدولية إلى أن هذه الحكومات لم تتعرض إلى مساءلة ومحاسبة. أنتقل بالسؤال إلى الدكتور حامد الصراف، لو رجعنا إلى المستوى يعني مستوى التعليم في العراق ويعني صنعنا مقارنة في النصف الأول من المئة عام والعراق ما بعد الاحتلال الأمريكي وعلى مدى 17 سنة، يعني كثير من التقارير تتحدث عن تراجع كبير في مستوى التعليم، هناك مدارس طينية في العراق، هناك لا يوجد أي برامج جديدة ومناهج جديدة، يعني يا ترى لو وصفت لنا وأنتم متخصصون في الشأن الأكاديمي بشكل مفصل أكثر، كيف تنظر إلى الواقع التعليمي في العراق يعني قبل الاحتلال أو لنتحدث عن النصف الأول من هذه المئة عام والعراق بعد الاحتلال الأمريكي؟ تفضل أستاذ حمد. الحقيقة إذا قارنا في التعليم الأساسي، يعني التعليم الابتدائي والمتوسط وقبل التعليم العالي قبل الجامعة، كان من مؤشرات المهمة أنه التعليم كان فعلا مبني على أسس سليمة بإمكانيات كبيرة على مستوى المناهج وعلى مستوى في وقتها طبعا في حينها وعلى مستوى المعلمين أو المدرسين وحتى مستوى المدارس التي أنشئت في وقتها، مع الفارق بالنمو السكاني، يعني كان العراق لا يتجاوز 13 مليون أو بالستينات 8 ملايين، ثم زاد النفوس، الآن العراق تجاوز 40 مليون، فلذلك حاجة التعليم يعني التربية والتعليم عموما زادت إلى أضعاف، فيفترض أن هناك مدارس جديدة، مدارس حديثة، وهناك يعني تحديث للمناهج أيضا، وهناك أيضا تطوير للكادر التعليمي الإداري والتدريسي. لكنه للأسف الشديد يعني اللي حدث أنه الطبقة الطفيلية التي تكونت بعد 2003 خصوصا شاءت أنه تدمر التربية والتعليم بشكل مقصود ممنهج أيضا لغرض الاستفادة من فتح المدارس الأهلية والجامعات الأهلية بغرض الاستثمار وغسيل الأموال. يعني هذه القضية واضحة صارت، لأنه يعني عدد الجامعات العراقية الحكومية اللي نمت بشكل فعلا متوازن منذ نشوء أول أو تأسيس أول جامعة في نهاية الأربعينات من القرن الماضي، وكانت قبلها يعني ما نسميه إحنا معهد القضاء العالي ومعهد المعلمين أو دار المعلمين العالي، هذه تأسست الحقيقة بالعهد العثماني منها، ومن ثم اضطرد النمو بشكل واضح. لكن الآن الجامعات العراقية اللي بلغ الحكومية منها اللي بلغ أعتقد 38 جامعة، الحقيقة هذه بقت في وضع متدهور لا يمكن أنه فعلا تقارن بالجامعات، لذلك خرجت من التصنيف العالمي والعربي على حد سواء. التعليم العالي الآن خارج من التصنيف، الجامعات الأهلية اللي صارت أضعاف أضعاف الجامعات الحكومية الآن، هدفها هو تجاري، مستوى التعليم بها ضحل، وجاءت بعد تدبير التعليم الحكومي الرسمي. يعني التربية نعرف بشكل جيد أنه التربية كانت فعلا يعني يشار إلها بالبنان، بحيث أنه اليونسكو كانت أيضا دائما تشيد بالتعليم بمستوى التعليم التربية والتعليم، ووصل العراق في نهاية السبعينات من القرن الماضي إلى القضاء على الأمية في العراق، يعني في حينها لم يبقى شخص أمي في العراق لا يجيد القراءة والكتابة، في حين الآن
وصل تقريبا، يعني هناك أرقام مذهلة عن الأمية، يعني نص الشعب العراقي الآن لا يجيد القراءة والكتابة ولا يجيد حتى التعامل مع التقنيات الحديثة بالتربية والتعليم والاتصالات والثقافة وغيرها. لذلك أنا أقول هذه مقصودة، وما زالت أقول مقصودة، لأنه الطبقة السياسية التي جاءت بعد 2003 هي مجموعة من الأميين، معظمهم المتنفذين الذين لا يهمهم لا التربية ولا التعليم ولا الثقافة، لذلك أوغلوا بالإضرار وبتدمير التربية والتعليم والثقافة، وجاءوا بالشهادات المزورة، وآخرها كانت قبل أقل من شهر مثل ما شفنا أنه الفضيحة اللي جاءت من بيروت بجامعات، ثلاث جامعات لبنانية، منحت 27,000 شهادة مزورة لمسؤولين كان يكونون في مجلس النواب والحكومة والقضاء والمؤسسات ومدراء عامين ووزراء إلى آخره. لذلك هذه عملية أصبحت الآن فعلا تدمير، أشبه بتدمير ممنهج للتربية والتعليم والثقافة في العراق، خصوصا بالخمسين سنة الأخيرة. ابقى معي دكتور، سأعود إليكم مرة أخرى. أستاذة حنان، يعني خلال السنوات الأخيرة أعلنت الحكومة الحرب على ما يسمى الإرهاب، صادفت العمليات العسكرية الكثير من الانتهاكات وخالفت جميع المواثيق المنصوص عليها أمميا، إلى الآن مشاهد الدمار موجودة في المدن المدمرة، الجثث تحت الأنقاض، الخراب، يعني نازحون يعني لا يرجعون إلى مناطقهم لأن مناطقهم لم تعمر أصلا. فبالتالي يعني من يعني يحاسب أو بيده أن يطبق قانون مساءلة ومحاسبة لكل الجهات والأطراف التي أمرت بتنفيذ هذه العمليات العسكرية؟ نعم. سيدي الكريم، يعني الجميع يعلم أن من يقوم يعني من يجب محاسبتهم على هذه العمليات هو التحالف الدولي، يعني وحكومة المالكي التي سهلت دخول تنظيم داعش الإرهابي إلى المحافظات، محافظة نينوى والغربية، والحكومات التي جاءت بعدها وتسترت على جرائم وانتهاكات القوات الأمنية وميليشيات الحشد الشعبي، وأيضا ميليشيات الحشد الشعبي التي شاركت في ارتكاب الفظائع بالمدنيين، وهي الآن تتمتع بحصانة برلمانية بفضل حكومة حيدر العبادي. كما أنه من يتحمل هذه الجرائم أيضا المرجعية التي أفتت بتأسيس ميليشيات الحشد الشعبي حتى تشارك في عمليات التحرير المزعومة، ونظام الملالي الداعم لميليشيات الحشد الإرهابية، والموضوع طبعا موضوع رئيس ميليشيات الحشد على قوائم الإرهاب الأمريكية. أما إذا أردنا أن نعرف يعني نسأل من هي الجهات التي ستحاسبهم، يعني احنا نتساءل، اذا راينا وقرانا كل تقارير بعثه يونامي نجد انها تشيد بعمل الحكومات العراقيه وتبين انها متعاونه مع الامم المتحده في عمل الاصلاحات والقضاء على الفساد، يعني منذ 2003 والى الان، وترفض حتى الاشاره ولو بالاسم الى الجهات المتورطه باغتيال وخطف الناشطين، والجهات التي تطلق الصواريخ على المطارات والبعثات الدبلوماسيه، يعني حتى لا تقوم بتقديم نصيحة في تقرير من تقاريرها إلى الأمين العام لمجلس الأمن، للأمين العام لمجلس الأمن، حتى يحول ملف الجرائم والانتهاكات في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية. فسيد الكريم، أجد أنه يعني متى ما توفرت الإرادة الدولية لمحاسبة هؤلاء سيتم محاسبتهم بقوانين. يعني أستاذ حنان أن الإرادة الدولية سوف يعني
تتأخر عن 1,200,000 نازح عراقي الآن لا يسمح لهم بالعودة إلى مناطقهم، وإن سمح لهم فإن مناطقهم لم تعمر إلى حد الآن، كذلك قضية المعتقلين الموجودين داخل السجون. هذه كلها أسئلة ربما يعني يطرحها الكثير ولا إجابة عليها من قبل المجتمع الدولي. شكرا أستاذ حنان. إذن دكتور حامد الصراف، بناء على هذه المعطيات، يعني هل هذا كله له علاقة بمشروع التغيير الديموغرافي؟ عندما نتحدث عن ضياع حقوق الإنسان، نتحدث عن حكومة تحتفل بمئوية الدولة العراقية في ظل انهيار اقتصادي، في ظل انهيار على مستوى التعليم، على مستوى الواقع الصحي، هذا المشروع يعني كيف يمكن أن نصفه مع وجود مئات الآلاف من المعتقلين أيضا؟ الحقيقة هو فشل الحكومة. يعني الآن المعايير الدولية لأي حكومة لمصطلح الفشل في الحكومات هو متوفر في 4 نقاط. النقطة الأولى هي عدم سيطرتها على الأرض وعلى المنافذ وعلى الحدود ولا سيادة للدولة، وفقدانها لمشروعية اتخاذ القرارات. يعني لا يوجد هناك سيادة للقرار العراقي أو استقلالية للقرار العراقي. عجزها أيضا عن الحد المعقول لتوفير الخدمات، هذه أيضا نقطة مهمة. وثلاثة، أنه الثقة بين الشعب والنظام السياسي أو الحكومة. لذلك هذا الفشل الآن حتى بالمعايير الدولية تجلى بسبب المحاصصة والفساد، استشراء الفساد، التدخلات الأجنبية، الأجندات الخارجية. الحقيقة هذه هي اللي خلت النظام السياسي منذ 2003 لغاية الآن ينتج حكومات أيضا فاشلة، لأنه تأتي الحكومات هذه من رحم الطبقة السياسية الفاسدة ومن الميليشيات، لأنه الذي يتحكم الآن الحقيقة في صنع القرار إذا كان في مجلس النواب المنحال بعد الانتخابات أو قبلها، الحقيقة هي مجموعة ميليشيات، الميليشيات الولائية، وأيضا هناك مجاميع من عصابات الجريمة المنظمة ومافيات الفساد. فهذه الحقيقة هي اللي تشكل الآن الأعمدة الأساسية لما يسمى الدولة إذا كان هناك دولة. لذلك هذا الفشل الآن يعني يعتبر الآن يعني منطلق إحراج فعلا حقيقي لكل دول العالم التي تؤيد هذه الحكومات، وهذه الحكومة تأتي للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة. إذا لم تكن هناك دولة، والشعب العراقي أيضا بالمناسبة الشعب العراقي في واد آخر ليس له علاقة بما يجري الآن، لأنه لو كان هناك فعلا حكومة ودولة ونظام سياسي مقبول نابع من صلب الشعب وله علاقة وطيدة بالشعب العراقي، لكان الشعب العراقي هو اللي يعني أفضل أن يخرج إلى الاحتفال، هو اللي أولى به أن يحتفل بتأسيس الدولة العراقية الحديثة بمرور 100 عام. لكنه للأسف الشديد، وهذه هي فعلا يعني منطلق حقيقي يعني لعارة من أنه هذه القضية الآن أصبحت لا يمكن أنه تفسيرها إلا لامتصاص النقمة الموجودة لدى الشعب العراقي من هذا النظام البائس الآيل للسقوط، والحكومة التي جاءت بها الميليشيات الولائية والأجندات الخارجية مفروضة فرض على الشعب العراقي. هذا هو حال الشعب العراقي الحقيقة. شكرا لضيفي الكريمين عبر سكايب في استوديو الرافدين، الدكتور حامد الصراف الأكاديمي العراقي والمحلل والكاتب السياسي، وأيضا من أمستردام الأستاذة حنان عبد اللطيف المدير الإقليمي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في أوروبا.